يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. الفصح مسيرة روحية بين الصوم الأربعين الكبير وأحد الشعانين وأسبوع الآلام، وصولا إلى قيامة السيد المسيح له المجد. أكيد ليكتمل سر الفداء عبر التضحية الكبرى على خشبة الصليب. وللحديث عن معاني القيامة وأيضا معاني الفصح بسرنا طبعا نرحب بضيفنا لليوم، واللي طبعا هن عم يستقبلونا بالكاتدرائية المريمية، الأرشمندريت إبراهيم داوود، كاهن رعية الكنيسة المريمية. صباح الخير ويسعد صباحك، والمسيح قام. المسيح قام، حقا قام. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. المسيح قام وانت بألف خير. بداية أبونا، خلينا نتحدث عن المسيرة الروحية بين الصوم والقيامة. هلأ نحن قبل عيد القيامة في عنا فترة تهيئة، هي فترة الصوم. عنا الصوم الأربعيني وفي عنا صوم الفصح. صوم الأربعيني اللي ببلش من التنين اللي بعد أحد مرفع الجبن أو أحد الغفران، بيستمر للجمعة اللي قبل إقامة لعازر. هيدا الصوم الأول، وبعده بعنا صوم الفصح اللي بيستمر أسبوع قبل عيد القيامة. الكنيسة هيئت المؤمنين من خلال فترة الصوم للاستعداد، لاستعدادنا حتى نستقبل هذا الحدث، حدث القيامة، حتى نعيش، حتى نتهيأ من خلال فترة الصوم. وفي عنا فترة تهيئة قبل الصوم منشان يفهم المؤمن أنه الصوم منه هو فقط موضوع طعام. الصوم هو أنه نحن بدنا نحمل فضائل، بدنا نعيش حياة المحبة. مشان هيك في عنا الفترة التهيئة اللي بنكتسب فيها الفضائل، أو بتعلمنا وبتشدد الكنيسة من خلالها على فضائل التوبة، المحبة، الغفران، المسامحة. هي كلها بنحملها نحن لندخل بالصوم، اللي كمان بالخلال والكنيسة من خلال الآحاد والنصوص الإنجيلية بتشدد أو بتهيئ المؤمن أنه يتمسك بالإيمان الحقيقي، بتهيئ المؤمن أنه يحمل الزوادة خلال هيدي المسيرة الروحية اللي هي رحلة، رحلة الصوم حتى نصل إلى القيامة. نحمل هالزوادة اللي نتهيأ فيها بالفضائل، نعيش الفضائل، نحمل من خلال الصوم، من خلال الصلاة اللي هي بتشدد عليها الكنيسة، بتكتر بهالفترة اللي نحن منعيشها، فترة الصوم اللي يسبق قيامة الرب يسوع. قدس الأب، نحن نتحدث اليوم عن الفصح. يعتبر عيد الفصح هو عيد الأعياد، لأنه يحمل سر الفداء اللي هو تتجلى عليه طبعا، خلينا نقول أسس كثيرة في الديانة المسيحية. نتحدث عن أهمية سر الفداء وخصوصا في عيد الأعياد. نعم، القيامة، كان موضوع القيامة هو الشرط الأساسي لدخول المؤمن إلى حياة الكنيسة. يعني ليصير بجسد الكنيسة لازم يعترف بقيامة الرب يسوع، كان شرط أساسي هذا. مشان هيك هو هذا العيد هو اللي انتصر فيه الرب يسوع على الموت، داس الموت بموته. مشان هيك كتير له أهمية هذا العيد. ومو موضوع أنه نحن نحتفل بعيد القيامة، أنه نحن نعيش القيامة. مشان هيك بنشوف أنه الكنيسة بفترة الفصح، من عيد الفصح وأربعين يوم بعد الفصح، يعني ما بنقول صباح الخير نحن، العبارة المتداولة بين المسيحين واللي هي بشارة على قيامة الرب يسوع، بنقول المسيح قام، المسيح قام، مثل ما ابتدينا نحن بلقائنا. دائما هيدي العبارة اللي كان يتداولها المسيحيين بين بعضهم خلال فترة القيامة. وأكثر من هيك، نحن إذا منلاحظ أنه بعيد القيامة ما منقول إذ قد آمنا بقيامة المسيح، منقول إذ قد رأينا قيامة المسيح، لأنه عم نشدد أنه حدث القيامة نحن بدنا نعيشه بكل وقت، مو بس منعيش من منستذكر قيامة الرب يسوع مرة وبس، لا، نحن نعيشها دائما. مشان هيك الكنيسة كل أحد خصصته للقيامة، كل أحد هو قيامة، يوم قيامة عنا لحتى نضل نستذكر قيامة الرب يسوع ونعيشها دائما بحياتنا. هي عيش دائم بحياة
المسيحي المؤمن. أبونا، كيف بتقرأ حدث القيامة عبر التاريخ؟ يعني القيامة هي منا فكرة، منا فكرة أنه نحن بنحكي فيها أو أنه هي حدث تاريخي عادي صار. القيامة هي تاريخ وإيمان، ركن تاريخ أساسي. وإيمان ركن أساسي بحياة المسيحي. منشان هيك بنشدد على هذا الموضوع تاريخيا، بحسب شهادة التلاميذ تاريخيا حدثت القيامة، وهذا في نبوءات الرب يسوع، في بالعهد القديم نبوءات عن القيامة، والرب يسوع شدد وخبر التلاميذ لأكثر من مرة وهيئهم إنه هو اللي حيموت باليوم الثالث سيقوم. بعدين التلاميذ نفسهم هن تحملوا العذاب والألم والموت، لأنه هن كانوا حاملين هيدي البشارة إنه المسيح القائم الذي غلب الموت. في عنا كمان من الشهادات التاريخية هي موضوع القبر الفارغ. يعني كان في حراس راحوا اليهود وخبروا إنه بيلاطس إنه في خوف إنه يجوا التلاميذ ويسرقوا جسد الرب يسوع ويقولوا مات، إنه هو قام من بين الأموات، لأنه هو كان يتنبأ عن قيامته. وهذا الشيء إنه حطوا الحراس، هذا دليل أكيد على قيامة الرب يسوع، إنه بالتاريخ إنه هن الوقت اللي إجوا النسوة ليزوروا الرب يسوع لقوا القبر فارغ، إجوا التلاميذ لقوا القبر فارغ رغم الحراس، رغم الحجر الكبير اللي هو كان على باب القبر، لقوا الحجر مدحرج والقبر فارغ. يعني في عنا شهادات تاريخية تثبت هذا الأمر، قضية القيامة. ومثل ما قلنا منه الموضوع هو حدث تاريخي عادي، لا، هو عيش، هو تاريخ وإيمان. تاريخ وإيمان صحيح. ونحن نستذكر اليوم عيد الفصح، ونستذكر أيضا الأسبوع الذي سبق هذا اليوم الكبير، يوم القيامة اللي هو أسبوع الآلام، أو كما نحب أن نسميه المؤمنين الأسبوع العظيم الذي نتحدث فيه عن كثير من المراحل التي مر بها السيد المسيح وتلاميذه وصولا إلى هذا اليوم. نحن خلال الأسبوع العظيم بعد قيامة لعازر اللي صارت يوم السبت الذي يسبق أحد الشعانين، وأحد الشعانين اللي هو فيه نحن نحتفل بدخول الرب يسوع إلى أورشليم، بعدها منبلش مسيرة الآلام، مسيرة الجلجلة، إنه نحن هيئت الكنيسة من خلال الصلوات الطقوس خلال الأسبوع العظيم اللي بالثلاث أيام الأول. نحن من الصلاة اللي بنحتفل فيها هي صلاة الختن. الختن معناته العريس، الختن هو العريس، وهذا جاي من مثل العذارى العشر، واللي من خلاله بتحسنا الكنيسة على السهر والتأهب. يعني صرنا نحن بفترة بدنا نحن نسهر، ولهيك بيقولوا ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. منشان هيك انه نحن بدنا نضل ان تأهب وسهر، ومثل ما قلنا ان نحن نحمل الفضائل، نكون دائما بصلاة دائمة لحتى نحن نستقبل القيامة. حتى لانه بالمثل العذارة الخمس عذارة العاقلات وقت الاجى العريس لقاهن هن مهيئين الزيت وهن سهرانين وناطرين قدوم العريس، أما الخمسة الباقية هن ما كانوا كتير عندهم مسؤولية، مشان هيك هن خسروا الدخول إلى العرس. ونحن هيك الكنيسة بتحسنا بهيدي الفترة مثل ما قلنا من خلال هالصلوات، صلوات الختن بالأيام الأولى، بعدين عنا صلاة الزيت لشفاء النفس والجسد. كمان الكنيسة بتساعد المؤمن حتى هو يكون مهيئ لاستقبال عيد القيامة، وبعدها نحن نعيش الصلب، نعيش الآلام والصلب والموت والقيامة، نعيش ما بس نحن عم مثل ما قلنا نتذكر، نعيش هيدي هالمناسبات مثل ما قلنا اللي هي مهمة واللي هي بصلب إيماننا. ذا
بدنا نحكي يا أبونا عن أهمية اليوم حدث القيامة في الإيمان المسيحي. مثل ما قلنا نحن القيامة هي كانت الشرط الأساسي، شرط أساسي لدخول الإنسان إلى المسيحية. من هون بيقول القديس بولس الرسول إن لم يقم المسيح فإيماننا باطل. يعني هو شرط أساسي. قيامة الرب يسوع هي كانت من بعدها كان في عنا انطلاقة البشارة بأنه المسيح هو الإله الذي تنازل وتجسد وصلب وقام من أجل خلاصنا. إذن هذا هو صلب إيماننا المسيح. نعم، قدس الأرض أيضا اليوم نحن نعيش رجاء قيامة سوريا، يعني منذ أكثر تقريبا 13 عام إلى اليوم تغيرت أوجه الحرب على بلدنا من حرب إرهابية إلى حرب اقتصادية وما إلى ذلك، وما زلنا نتأمل وتكون صلاتنا الأولى دائما هي صلاتنا لسوريا، وأيضا هذا العام صلاتنا تحمل صلاة خاصة لأهلنا في فلسطين المحتلة وما يعانونه منذ أكثر من 6 أشهر اليوم. اليوم نحن نتجه بعيوننا وقلوبنا أيضا إلى كنيسة القيامة في القدس، ماذا نقول إن كان لسوريا وإن كان لفلسطين؟ يعني اليوم وبهيدي المناسبة يمكن إذا نحن رجعنا شوي استذكرنا حاملات الطيب، يعني من هون بدي انطلق أنا لحتى أحكي عن هذا الأمر. حاملات الطيب هن النسوة كانوا رايحين يطيبوا جسد الرب يسوع، نسوة عند قبل بزوغ الفجر كانوا رايحين ما كانوا يعني ما عندهم خوف، ما كانوا عم يفكروا إلا بأنه هن رايحين إلا بالرب يسوع، هذا كان كامل فكرهم. مشان هيك ما فكروا أنه ما كان عندهم الخوف، ما فكروا بالحجر اللي هو كان على باب القبر، كان تركيزهم على الرب يسوع. عشان هيك وقت اللي وصلوا هنين وكانوا أول من بشر بالقيام، يعني أعطاهم الرب يسوع الفرصة أنه هن يكونوا أوائل المبشرين بقيامة الرب يسوع. مشان هيك نحن بهيدي المناسبة نحن بدنا نتطلع ونركز نحط كل اهتمامنا وتركيزنا على الرب يسوع القائم، أن نحن نتحول من إنسان قديم إلى إنسان جديد على صورة المسيح القائم، أن نحن بهيدي المناسبة نعرف أنه المحبة تغلب الخوف، المحبة تغلب الخوف. ما في قيامة بدون صليب، ما في فرح بدون ألم. اليوم نحن منقول أنه لحتى نعيش القيامة لازم نحن نعيش المحبة، لازم نفكر بالآخر، نشوف نحول معاناة الآخرين إلى فرح. مشان هيك نحن اليوم منصلي ونطلب من ربنا القائم من أجل فلسطين، من أجل غزة، أنه يزول هذا العمل الإجرامي والإرهابي ضد شعبنا بفلسطين وخاصة بغزة. وبنصلي لأهلنا بسوريا اللي نحن عم نعاني ما زلنا من نتائج الحرب، عم نعاني هذا الواقع الصعب اللي عم يعيشوه. مشان هيك إذا نحن فكرنا بكل متألم، بكل محتاج، بكل أرملة، بكل طفل، نحن منكون عم نعيش القيامة. هيك نحن منكون نعيش القيامة، مو بس نذكر القيامة. نطلب من ربنا إن مثل ما قلتوا ببداية اللقاء، القيامة لبلدنا سوريا، إنه حاجتنا حروب، صار لازم بقى نعيش السلام. نحن أبناء السلام، متعودين على السلام، نعيش المحبة، نقابل العنف بالمحبة. يعني هذا نحن نتميز، نحن الشعب السوري منتميز بهذا الأمر، العنف نقابله بالمحبة، منفكر بالآخر وبآلام الآخرين قبل ما يفكروا الآخرين بآلامنا. هيدي طبيعتنا، لأنه نحن شعب محب، شعب محب معروف ومؤمن بنفس الوقت، هو شعب مؤمن. لهيك مناطقنا هي تعيش مع بعض البعض، ما في عنا مسلم ومسيحي، وما عنا أديان،
كل واحد يتعصب للدين اللي له. نحن عندنا حياة مشتركة مع بعضنا البعض، لأنه نحن الشعب نعيش سوريتنا بهذا الوطن الحبيب سوريا. أكيد بنتمنى دائما المحبة والسلام لبلدنا الحبيبة سوريا، وأيضا لفلسطين الحبيبة، وكمان من عايدك ومن عايد كل الشعب السوري، كل الطوائف المسيحية في سوريا وأيضا في العالم، وأهلنا في فلسطين الحبيبة. كل عام وأنت بخير. المسيح قام. وأنتم بخير. حقا قام المسيح قام. شكرا لك، وشكرا مره ثانيه قدس الاب لاستضافتكم لنا في الكاتدرائيه المريميه، وينعاد عليكم المسيح قام. وقبل ما يعني نختم، بدنا نتشكر صاحب الغبطه سيدنا البطرك يوحنا، اللي هو اعطانا البركه لحتى نعمل تحيه وهيدا اللقاء بالكاتدرائيه المريميه. شكرا لك، طول عمركم يعني.